آسفني، ها لو ما اعترفت بالحقيقة اليوم كانت حياة 3 أشخاص رح تتدمر. بتمنى تفهمي. نيها، أنا حياتي تدمرت أرجون، شو كنت مفكر؟ نيها، إني رح خليك تكون مبسوط مع حدا تاني غيري إذا انفصلت عني؟ نيها مستحيل. سامعتيني تشافي؟ لا تمنعيني، أنا رح خبرهم. استنى أرجون، لو سمحت أرجون كرمالي لا تخبر حدا، على القليل استنى أمي. أرجون شو عم تعمل هون؟ تعال معي. شو هاد؟ أنا آسفة سامحيني. آسفة؟ ليش أنتوا الثلاثة بتغاروا مني كتير؟ ديشا ما بعرف وين متخبية لأنها غيرانة، وأنتي كبيتي العصير ووسختي لي تيابي. أرجون رح غير تيابي. ماشي أكشاي، لازم روح هلأ عن إذنك. أنا تأخرت بصراحة، عندي اجتماع مهم كتير بالمكتب. طيب رح أحكي مع الحكيم ونحدد موعد نهائي للعرس وبردلك خبر، اتفقنا؟ أكيد، شكرا كتير لألك. ماشي يلا بشوفك. بشوفك بالإذن منك. باي. هدول هن معلوماتك، تاريخ ميلادك ومكان الولادة، كل شي مكتوب بوضوح، وانت بتعرفي كمان، لهيك ما في داعي إلك إنه هي معلوماتك الحقيقية واللي عطته خالتي مهيني للعم أشميت ليفرجيهم للحكيم، كلها معلومات مزيفة. نيها أنا بكون أختك وبتمنى لك الأحسن إلك. أمي دايماً بتقلي إنه الرابط يلي بيبلش بكذبة ما بيطول ورح يفشل، سواء هلأ أو بعدين العم أشميت رح يكتشف خطة الخالة مهيني. شو رح يصير وقتها؟ مفكرتي رح يوافق على هذا الارتباط؟ ما رح يزعل لما يعرف إنه الخالة مهيني ضحكت عليه؟ وبركي ما عرف الحقيقة؟ بوقتها شو رح يصير؟ معقول ضحي بسعادتي بس لأني خايفة تنكشف الحقيقة؟ وكمان تشافي لا تحطي احتمالات سيئة، ممكن؟ بعرف منيح إنه الخالة أبو هي يلي علمتك تحكي هذا الكلام وتعطي نصايح، بس أنا ما بيهمني كل كلامك ومستحيل إنك تأسري فيني لو شو ما عملتي. بصراحة أنا ما بصدق هاي الشغلات التافهة. ولا تنسي كمان الخالة أبو وبابا متوافقين كتير، بس شو كانت النتيجة؟ الحقيقة هي إنه الخالة أبو عم تمسك. أنا ما بيهمني لأني مو بنت الحقيقية. أنا بعرف منيح كتير ليش عم تعمل هيك، لأنه خطبتك ما تمت للأسف، والمسكينة ديشا ما قدرت توقع أرجون، مشان هيك أمك متضايقة وبدها تنتقم مني. اطلعي على حالك، اجيتي لتقنعيني إنه عرسي رح يلتغي وعم تحاولي تخوفيني. بعرف شو عم تعمل، أنتي بدك ترجعي تحطميلي نفسيتي. ماما معها حق وكل شي قالت لي إياه كان صحيح، الخالة أبو كانت السبب الرئيسي اللي خلى أمي تضطر تترك البيت. ولا يهمك، فيكي تحكي اللي بدك إياه، بس كلامك مستحيل يأثر فيني. نيها لو سمحتي حاولي تفهمي، ماما خايفة إنه تخلص قصتك مثل الخالة مهيني إذا ضليتي عم تمشي بنفس الطريقة وتسمعي منها. ليكي ماما ما بيهمها تهزم أمك أو تتحداها أبدا، هي كل يلي بيهمها إنه تكوني عم تعملي الشي صح، وإذا أخذتي قرارك بأنه تمشي بنفس طريق الخالة مهيني نحن بوقتها ما رح نقدر نساعدك أبدا. أنا عملت يلي علي وماما عملت كل جهدها، كمان هي قالت لي احكي معك، ماما عملت كل واجباتها وأنا عملت واجبي. أنا حذرتك من عواقب أغلاطك، وهلأ أنا رح احكي لبابا الحقيقة بخصوص أختي
وهو رح يتصرف. ومن اليوم ورايح ما رح ينحط الحق على أمي، كل شي رح يوقف على قراره ومستقبلك كمان. ماما منيح اني لقيتك هون، انا واقعه بمشكله كبيره. ماما شافي عرفت كل شي عملناه وبدها تخبر بابا الحقيقه، ومتاكده هو رح يعصب كتير. أنا خايفة، لو سمحتي اعملي أي شي ماما، بترجاكي تصرفي. ساعديني ماما.